السلام عليكم، معكم مصطفى حماد. هنكمل ان شاء الله الليسونز الخاصه بالكمبيوتر نتورك. كنا بدانا او كنا اخر مره اتكلمنا على التي سي بي اي بي او ترانسميشن كنترول بروتوكول، انترنت بروتوكول. وقلنا ان ده البروتوكول المستخدم او للاجهزه، اجهزه الكمبيوترز بتستخدمه عشان تكومنيكيت تو ايتش اذر، وده البروتوكول الاشهر وحتى هو البروتوكول الخاص بالانترنت. اتكلمنا كمان على البرايفت اي بي ادريسز، وقلنا ان دي البرايفت رينجز اللي بيستخدمها او اللي بيستخدموها الاي تي بروفيشنالز عشان تو اساين ادريسز تو يعني الاورجنايزيشن نتورك او اي هوسبيتال او اي كومباني او اي يونيفرستي او سكول. وقلنا ان احنا عندنا وي هاف 3 رينجز، عندنا 10 رينج فروم 172.16 تو 172.31 رينج، وعندنا 192.168 رينج. النهارده هنتكلم على 3 تايبس اوف ادريسز مهمه جدا ان احنا نعرفهم قبل ما نبدأ يعني السيشن الجاية ان شاء الله او التوتوريال الجاي نتكلم فيها على how to assign IP address to the computer. هنتكلم النهاردة على 3 different types of addresses لازم نكون فاهمينهم كويس قوي. اول حاجة هنتكلم عليها، هنتكلم على ال MAC address او ال Media Access Control. ال MAC address ده هو عبارة عن address، قلنا قبل كده ان احنا عندنا كمبيوتر، والكمبيوتر عشان يكون part of the network لازم يكون فيه NIC card او network interface card، وال network interface card ده هو اللي انا بستخدمه عشان اكونكت الكمبيوتر لل connection device اللي هو switch، وبالتالي يحصل connection مع كمبيوتر تاني. كل NIC card، كل MAC address، كل NIC card او network interface card بيبقى عليه physical address. physical address، وال physical address ده اللي بيبقى عامله الفاكتوري اللي عمل النيك كارد. الفيزيكال ادرس ده اسمه ماك ميديا اكسس كنترول، وساعات بيسموه بي اي اي ادرس، بيرند ان ادرس. الادرس ده يونيك اول اراوند ذا وورلد، يعني بتوين كود كده هو ممكن الماك ادرس يتغير، يعني بطرق معينه باستخدام تولز معينه، بس هنتكلم على يعني ديفولت ان الماك ادرس ده هو يونيك اول اراوند ذا وورلد، يعني مفيش تو نيك كاردز عندهم نفس الماك ادرس. بجيبه ازاي الماك ادرس ده؟ لو انا فتحت ستارت، فتحت السي ام دي او الكوماند لاين. الكوماند لاين زي ما قلت لكم قبل كده هو عباره عن انترفيس ممكن استخدمها عشان تو مانج يور كمبيوتر يوزنج كوماندز يعني، وكتبت جيت ماك. جيت ماك ده الكوماند لاين اللي من خلاله اقدر ادسبلاي الكرنت ماك ادرس بتاع الكمبيوتر اللي هو ده اللي انا عملت له سيلكشن. ده الماك ادرس. زي ما انتم شايفين الماك ادرس مكتوب بالهيكسا ديسمال. الهيكسا ديسمال نمبر سيستم اللي هو عباره عن ليترز ونمبرز، وهو عباره عن 6 بورتس مكتوبين بالشكل ده. يبقى الماك ادرس هو عباره عن ادرس، فيزيكال ادرس، موجود على كل نيك كارد في كل الكمبيوترز، وهو يونيك اول اراوند ذا وورلد، يعني مفيش تو كمبيوترز او مفيش تو نيك كاردز عندهم نفس الماك ادرس. طيب الماك ادرس ده حاجه كويس، ممكن ان احنا نستارت شيرنج داتا ونستارت الكمبيوتر كوميونيكيشن في النتورك من خلال الماك ادرس. قال لك لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الماك ادرس ده مش احنا اللي بنعمل له اساين، هو النيك كارد جاي وعليه الماك ادرس، فبالتالي ما نقدرش نعمل له موديفاي اور تشينج. يو كانوت تشينج يور نيك كارد ماك ادرس طبعا باي ديفولت. اوكي، لما يكون انت عندك ماك ادرس على نيك كارد ما تقدرش تعمل له اساينمنت ولا تقدر ان انت تشينج، فبالتالي مش هتقدر تمانج الكوميونيكيشن ما بين الكمبيوترز. دي حاجة. الحاجة التانية، لما يكون عندي كمبيوترز بتستخدم الماك ادرس في الكوميونيكيشن، فلما يكون مثلا كمبيوتر زي كمبيوتر A عايز يبعت داتا لكمبيوتر B، طبعا ده بيحصل من خلال الماك ادرس، العنوان بتاع الماك ادرس ده اللي هو السورس، والعنوان بتاع الماك ادرس التاني اللي هو الديستنيشن. يبقى اللي بينقل الداتا من كمبيوتر للتاني هي الماك ادريسز. بس الداتا هتتنقل ازاي؟ هيجي كمبيوتر ايه هيبرودكاست، هيكلم كل الكمبيوترز لحد ما يوصل للديستنيشن ده تاني. عشان ابعت داتا من كمبيوتر ايه لكمبيوتر بي باستخدام الماك ادريسز، اللي هيحصل ان الكمبيوتر ايه دوت هيبدا يكلم يكومنيكيت مع كل الكمبيوترز ان ذس نتورك عشان تو سند ذات داتا تو كمبيوتر بي. فبالتالي مش من المنطقي خالص ان انا استخدم الماك ادرس، وعشان كده الناس كلها بتستخدم الاي بي ادرس. لكن هو الاي بي ادرس ده اللي احنا بنستخدمه عشان تو اساين
addresses to the computers in the network، لكن في مرحلة من المراحل الاي بي ادرس بيتحول لماك وبالتالي بيحصل الكوميونيكيشن. يعني مش معنى ان احنا مش هنستخدم الماك ان الماك مش موجود، لا الماك ادرسز موجودة، بس احنا هنستخدم لاير اعلى شوية، ليفل اعلى شوية من الادرسز اسمه الاي بي ادرس. ده بالنسبة للماك ادرس اللي هو فيزيكال ادرس، ما ينفعش اغيره، وعشان كده مش هنمانج النتورك بتاعتنا باستخدام الماك ادرس، هنمانج النتورك باستخدام الاي بي ادرس. طيب عشان ابدا دلوقتي اقول الكمبيوتر بتاعي ده هو هينفع ان هو يسند ويريسيف داتا في النتورك، لازم اتاكد من حاجه مهمه قوي. لازم اول حاجه اتاكد منها هم تو كمبيوترز في فيزيكال كونكتيفيتي باستخدام السويتش، لازم اتاكد من ان التي سي بي اي بي، وده البروتوكول اللي هيخلي الكمبيوتر يكومنيكيت مع كمبيوتر تاني في النتورك، لازم اتاكد ان تي سي بي اي بي انستولد اون ذيس كمبيوتر. تاني قلنا التي سي بي اي بي ده زي لانجويج لازم كل الكمبيوترز في النتورك تتكلمها عشان they can start communication و share data وكده، فلازم اتاكد ان التي سي بي اي بي هو طبعا بنسبه كبيره انستولد باي ديفولت على الكمبيوتر، بس انا عايز اتاكد ان هو موجود فعلا. عشان اتاكد من ده بفتح ستارت واجيب السي ام دي، طبعا السي ام دي دوت اللي هو هيبقى اور فريند يعني بنستخدمه في حاجات كتير قوي، واستخدم كوماند اسمه بينج، وهبنج الادرس ده 127.0.0.1. هو ده الشائع، يعني if you google كده how to test TCP IP هيجيب لك ping 127.0.0.1، لكن by the way انت ممكن تبينج 127.1.3.4.1.2.5 اي حاجة، بس المهم تبدأ بكام؟ ب 127. المفروض هديك reply، once ان هو اداك الريبلاي كده من نفس الادرس اللي انت عملت بينج بيه، ده معناه ان ال TCP IP ده is installed correctly على الماشين دي، وتقدر الماشين دي ان هي تبدا تعمل شيرنج للداتا وتقدر تعمل كوميونيكيشن. يبقى انا عشان اتشيك ان الماشين دي عليها تي سي بي اي بي او تي سي بي اي بي از انستولد كوركتلي اون ذا ماشين اون ذا كمبيوتر، بتشيك ده ازاي؟ بفتح السي ام دي وبكتب في الكوماند لاين بانك سبيس وبعد كده اي ادرس يبدا ب 127، ما ينفعش طبعا ينتهي بزيرو. طب الادرس ده اسمه ايه اللي بيبدا ب 127؟ اسمه لوب باك ادرس. يبقى نقول الكلام بشكل تاني، اللوب باك ادرس هو عباره عن ادرس انا بستخدمه او ال 127 بستخدمه عشان اتشيك التي سي بي اي بي بروتوكول هل موجود على الماشين ولا لا. لو اداني ريبلاي طبعا يبقى ده معنى كده ان البروتوكول ده انستولد كوركتلي على الماشين. جميل. طيب ايه بقى موضوع الابيبا ده؟ الابيبا بمنتهى البساطه هي عباره عن ايه؟ تخيلوا مع بعض السيناريو ده. تخيلوا ان انا عندي دلوقتي ماشين معايا لابتوب، في واحد زميلي كده عنده لابتوب وعايزين نعمل بس نوصل التو لابتوبس كده بلاب لينك بكيبل كده، وهو عنده مثلا ساي موفيز، عنده فايلز تكست فايلز، عنده اي حاجة، وانا عايز اشير داتا ما بين التو ديفايسز دول، وكل طبعا كمبيوتر فيهم فيه نيك كارد، وكل نيك كارد عنده مايك ادرس زي ما قلنا من شوية، وانا عندي كيبل، والكيبل اللي هي الميديا وصلتها أو وصلت الكيبل بين التو كمبيوترز، وكل كمبيوتر عنده تي سي بي اي بي از انستولد، عملت بينج على 127 فرد عليا عمل لي ريبلاي، فبالتالي تي سي بي اي بي از انستولد كوركتلي على التو كمبيوترز. هل اقدر ان انا اشير داتا بين التو كمبيوترز دول ولا لا؟ ده اللي انا عايز اعرف. وطبعا انا اقدر فعلا اشير داتا بين التو كمبيوترز لان كل كمبيوتر فيهم عنده ادرس، الادرس ده اسايند باي حاجه كده اسمها ابيبا، اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس. الابيبا هي بيلت ان سيرفيس جوه الويندوز بتاساين اي بي ادرس كده بشكل مؤقت للكمبيوتر عشان يقدر ان هو يكومنيكيت مع كمبيوترز تانية، بس الكمبيوترز التانية لازم تكون عندها ايه برضو؟ لازم يكون عندها ابيبا. يبقى الابيبا ده is an address assigned by Windows operating system، والادرس ده يخلي الكمبيوتر يكومنيكيت مع كمبيوتر تاني، بس الكمبيوتر التاني ده يكون عنده برضو ابيبا. طب الابيب ادرس ده بيبدا بايه؟ الابيب ادرس ده بيبدا ب 169.254 دوت اي حاجه دوت اي حاجه، المهم ان الابيب ادرس يبدا بال 2 نمبرز دول 169.254. طب ما كده الموضوع بسيط خالص، انا كده لو جبت كمبيوتر وما عملتش عليه اي اساينمنت، ام نوت ان اي تي بروفيشنال وما اعرفش اصلا هاو تو اساين اي بي ادرس، فجبت كمبيوتر واحنا بنقول من شويه ان الكمبيوتر عنده ابيبا باي ديفولت،
فكده خلاص كده احنا ممكن نقدر نشير داتا، ومش مهم خالص نعرف ازاي تو اساين اي بي ادرس على الكمبيوترز بتاعتها. الابيبه عندها مشاكل، ما ينفعش اعتمد على الابيبه. ليه؟ الابيبه مش هتكلم الا ابيبه زيها. الابيبه مش هينفع تطلع انترنت، لان هنعرف بعد كده ان هي ما بتاخدش حاجه اسمها جيت واي ولا دي ان اس، مش هينفع تطلع انترنت. يعني الابيبه ماشين كان نوت اكسس انترنت، وبتكلم الابيبه اللي زيها بس. والابيبه كل شويه بتعمل ترافيك كده من النوع برودكاست ترافيك. برودكاست ترافيك دي معناها ان هي بالبلدي كده بتزعق، برودكاست ترافيك بتزعق في النتورك عشان تاخد ادرس. each 5 minutes كده الابيبه بتعمل برودكاست ترافيك، يعني بتزعق في النتورك عشان تاخد او عشان تلاقي سيرفيس او تلاقي حد يعمل لها ادرس بشكل ستاتيك. فالترافيك دي من النوع البرود، مش بس مكتبتش كويس، برودكاست ترافيك. المشكلة ان البرودكاست ترافيك دي بتعمل ترافيك في النتورك وبتعمل مشكلة، يعني دايما تحس ان الباندويث او في ديلي في الداتا ترانسفير وكده. فالابيبا ماشين مش مستحب خالص في النتورك. هي بتكلم الابيبا ماشين واقدر ان انا اعمل شير للداتا، بس الابيبا ماشين مش بتاكسس الانترنت وبتعمل برودكاست كل شويه. فعشان كده محتاجين ان احنا تو اساين الاي بي ادرس، طبعا البرايفت اي بي ادرسز واحد من الرينج ده على الكمبيوترز بتاعتنا. اوكي طيب، عشان اساين اي بي ادرس بقى في طريقتين اساين بيهم اي بي ادرس لاي ماشين في الدنيا. اول طريقه ان انا اجيب الماشين بتاعتي واقعد على كل كمبيوتر، لو انا عندي different machines يعني او different computers او different devices، وان انا اساين الاي بي ادرس ده بشكل مانيولي. يبقى how to assign الاي بي ادرس بتاعنا على الماشين. خلاص احنا قلنا الابيبه عندها مشاكل، ازاي هاساين الاي بي ادرس؟ يا اما بشكل static ان انا اقعد قدام كل ماشين واساين الاي بي ادرس ده مانيولي، اوكي اكتبه بايديا زي ما هنشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله، او ان انا يكون عندي سيرفر او سيرفيس تعمل دايناميك او تقصين الاي بي ادرس ده دايناميكلي. يبقى الطريقتين اللي ممكن الماشين بيهم تاخد اي بي ادرس، يا اما ستاتيك يا اما دايناميك. ستاتيك ان انا اقصين الاي بي ادرس مانوالي، دايناميك ان يكون في سيرفيس او سيرفر سموير نعرف اسمه بعد كده يقصين الاي بي ادرس ده بشكل اوتوماتيكلي. انا مش هتدخل خالص، انا بس هكونكت الكمبيوتر بتاعي للنتورك والنتورك هيبقى فيها سيرفيس او هيبقى فيها سيرفر، وده هيدي الاي بي ادرس بشكل اوتوماتيكلي. اوكي يبقى عرفنا في الفيديو ده يعني ايه ماك ادرس، وقلنا ده فيزيكال ادرس وده موجود على كل النيك كارد. عرفنا يعني ايه لوب باك ادرس، ان هو الادرس اللي بيبدا ب 127 وده عشان تيست تي سي بي اي بي. عرفنا يعني ايه ابيبا، وقلنا ده الانيشال ادرس اللي موجود على او اللي الويندوز بيديه للماشين بتاعتك بشكل مؤقت وبيبدأ ب 169.254. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ بقى يبقى عندنا machines ونبدأ نعرف ازاي how to assign IP addresses dynamically and manually. شكرا، نشوفكم المرة الجاية.